أنا مستعد لتحطيمك. مفترض أن اللكمات أنهت الموضوع. هذا التنين أقوى من آخر تنين صارعته. لا يوجد شيء في الإنترنت عن هذا التنين، ولا يبدو أن اللكمات ستنهي الموضوع. لا يحتاج إلا إلى لكمة قوية. لكمة قوية. ابتعد عن البطل الأحمر وتعال لتواجه بطلاً حقيقياً. سأتصرف أنا، شكراً. لا داعي لي. اشكرني لاحقاً. لا، هذا التنين قوي جداً. ليس بالسهولة التي كنت تعتقدها. لا داعي للقلق، لدي سلاح سري. ارحل قبل أن أقضي عليك. رائعة. هذا مدهش. هاي، أنا من لكمه أولاً. أرجوكم، أنا مجرد بطل بسيط ومتواضع. ذا البذلة الحديدية، لو لم تقاطعني لكنت الآن بطل البلدة الوحيد. من تكون أنت؟ أنا صديقك تيمبكتو. صديقي؟ شرير طوال عمرك، كيف أصبحت بطلاً؟ لقد تغيرت الآن. يجب أن أضيف سلماً. اسمع يا بن، قررت أن أفتح صفحة جديدة وأن أساعد الناس مثلك تماماً. يحبونني الآن وأنا أحب حمايتهم من التنين الذي يرعبهم دوماً. وجدت هدف حياتي وهو أن يهلل الناس لي كبطل. لحظة، هدف حياتك أن يهلل لك الناس كبطل أم أن تكون بطلاً بالفعل؟ وما الفارق؟ حسناً، لا داعي لوجودك هنا يا بن، لذا فلترحل. يبدو أنه تغير حقاً، فلنعتبر نواياه حسنة. حقاً، الجميع هنا يحبونه. أنا لا أحبه ولا أحب ما يحدث. وداعاً أيها الشعب الطيب، سأعود للحصول على الهدايا ولأنقذكم من الوحوش وغيرها. مؤكد هناك إن في الموضوع. أنت محق يا بن، نحن في اليابان، فلنأكل السوشي. ألا يبدو لك قتالهما مزيفاً؟ أنت تشير إلى أن هناك شيئاً مريباً، لكن التنين هزم، لذا لا أحد يتظاهر بأنه بطل. إنه عمل مميز لأشخاص مميزين مثلي. هو من أنقذك، لذا هو بطل بالفعل. الحق حق. حسناً، اذهبا لأكل السوشي وأنا سأحقق في الأمر. سوف يفوتك غداء لذيذ. حقاً جدي؟ جدي، واحدة من كل شيء، شكراً. يبدو أنه كان جائعاً. بن، لحظة. رائع، التراث الياباني مليء بالتنانين. تنانين الجليد، تنانين النار، تنانين الحلوى. أعتقد أنني وجدت شيئاً، تنين كاماكورا الياقوتي. لم يكن هذا التنين قوياً جداً فقط، بل كان محبوباً من قبل البلدة. أينما ذهب كان ينشر السعادة والحظ الجيد، لكن كلما أزعجه أحد أثناء نومه كان ينفجر غضباً وهياجاً ويدمر كل ما يقف في وجهه، ولم يكن يهدئه سوى الموسيقى الهادئة فتعيده إلى النوم. شيء رائع، أليس كذلك؟ لفائف التنين. جدي،